ولما كانت الليلة التاسعة وفرغ قهريار من تفقد مملكته الشاسعة بعد أن جاب كل الأحياء والأسواق واطمأن إلى عدالة توزيع الثروات والأرزاق، ورغم ما بدا عليه من إرهاق كانت تحدوه الأشواق لتتبع أحوال تلك الديار التي تحكي عنها قهرزاد، والاطمئنان على صمودهم في وجه الاستبداد كأنما شيء يربطه بهم يدفعه لتتبع أحوالهم. ومن دون تفكير كثير انطلق صوته كرعد له هدير. قهرزاد، لبيك مولاي. امنحيني مزيدا من الزاد من قصص تلك البلاد، فلسبب لا أعلمه تعلق بأهلها الفؤاد. أمرك يا مولاي، أتيت لك اليوم بشيء جديد عما فعله واليهم بالسكك الحديد. وما تلك السكك الحديد؟ لم يكن على عهدهم اختراعا جديد، لكنه كان وسيلة سفر أساسية يركبها الآلاف من القرى المنسية، ولشدة الإهمال باتت غير آدمية. يا لحزني على تلك الرعية، وهل سبب ذلك لهم أي أذية؟ 100%، فالفساد طال منظومة القطارات، وبعد أن كان الناس يضبطون على أوقاتها الساعات بات الخارج منها مولود والراكب فيها مفقود، يتقلب أهله هلعاً حتى يعود. وبات الأهل يهددون أطفالهم بالقطار إن لم تسمع الكلام هتروح النار، هكذا كانوا يقولون لنا ونحن صغار، إن لم تسمع الكلام هتروح النار. هذا في ملكك يا مولاي، أما عندهم فقالوا للصغار إن لم تسمع الكلام هتروح القطار. بئس الهزار. فحوادث القطار في زمن الوالي باتت مرعبة، يصدم العربات، يقتحم المزلقنات، ويشتعل بالفئة الراكبة، فهذا احترقت عرباته وذاك عوجت عجلاته. تارة يتهمون السائق، وأخرى لا سبب ولا عائق، والناس بين جريح وحريق، والسبب فساد عريق. ولما لم يحاسب الوالي الفاسدين ويجعلهم عبرة لغيرهم من المجرمين؟ يا مولاي قل أمين، كلهم مع بعض أسمين، لكن عموما ذهب الناس إلى الوالي الهمام الذي يزعم أنه مخلص الناس من شرور اللئام، وهتفوا يا صاحب المجد التليد والسلطان الشديد، لقد لقينا الأمرين من السكك الحديد في الشرق والغرب وطريق الصعيد، فلا تكاد تمر بعد حادث أيام إلا وتتجدد فينا الأوجاع والآلام بحادث جديد يقتل الشيخ والشاب والطفل الوليد. وبما أجابهم الرجل الذي يزعم أنه شجاع بات ذكره يسبب لي الدوار والصداع، هل عاود معهم المكر والخداع؟ أمر بجمع جنوده ورجاله وتظاهر بالتفكر في الأمر بكل أحواله، فترحم كذباً على موت الشباب وألصق كعادته التهمة، ثم خرج بفكرة من بنات الأفكار: قضبان السكك الحديد متآمرة مع الأشرار، والحل هو عمل دقة زار يصبح فيها الناس عليه بالدولار. زار؟ دولار؟ يا ليل ملوش نهار،
يا مسرور، ائتني بالبطار. مولاي، ما القرار؟ أسير إليه في 1000 قطار وقطار، لن يفلت مني، وإن فر إلى السبنسة أو ركب أعالي البحار. حلمك يا مولاي، فذاك كان في زمن بعيد، وأي تشابه في الأقوال أو الأفعال لا يعني أن ذاك هو البعيد. الزمن البعيد. سعيد أنا سعيد. إنه ليس في زمني قطار ولا انتحار ولا بؤس شديد. عيناي تثقلان، أذناي تقولان إن الديك يوشك أن يصيح. وراحت قهرزاد تتأمل مولاها العادل، يحلم لو يحيا الناس كلهم في زمن فاضل، ولا يرضى أي ضيم يلحق بالرعية في بلاده أو في بلاد منسية. وراحت تفكر في قصص يدخل عليه السرور والارتياح، فلا يعتل مزاجه من المساء إلى الصباح. وبينما كانت تفكر باغتها الديك بالصياح. Thank you.